على وهج بريق الألماس وتألق الأحجار الكريمة والذهب، يعود معرض الجواهر العربية السنوي هذا العام ليستقطب أكثر من 600 شركة عارضة من 30 دولة لمدة 5 أيام من السحر والروعة. وكعادته يفتح المعرض الآفاق أمام المصممين وأصحاب الشركات ليعرضوا أجمل ما يملكون من قطع ثمينة وفريدة من نوعها في أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط. هذا المعرض من أهم المعارض لنا في السنة، فطبعاً نحاول أن نقدم أجدد البضاعة وبضاعات مختلفة، وكل سنة نحاول نعرض شيء جديد طبعاً للزبون البحريني والخليجي. والله هذا من أحسن المعارض، يعني أنا شاركت بكل المعارض بالخليج، هذا من أنجح المعارض. أول شيء في دعم، يعني دعم من القيادة جزاهم الله خير، يعني رئيس الوزراء من الأول وهو يفتتح هالمعرض الله يجزاه خير. بعدين شيء ثاني، الشركات اللي مشاركة، يعني معرض البحرين من أكبر المعارض اللي أغلب الشركات ما تي إلا في معرض البحرين، ما تي لا بالخليج إلا بس في معرض البحرين، يعني هذا من أهم شيء. وبعدين التسهيلات بالجمارك بالتجارة. ولأن المعرض يعشق كل ما هو فريد ومميز، لقي وشاح اللؤلؤ هذا طريقه في معرض الجواهر العربية ليبهر كل من تقع عينه عليه بدقة تفاصيله. طبعاً احنا قطعنا كلها لؤلؤ، لؤلؤ طبيعي، واللي طبعاً اللؤلؤ طبعاً مثل ما تعرفين هو أندر جوهرة وهي جوهرة الخلود، فاللي يميزها طبعاً لأن اللؤلؤ نادر، فاحنا مثل ما تقولين شوي عندنا تحدي، دائماً نبي نسوي شيء صعب، نحاول نجمع في عقود أننا نتم بال7 سنين 10 سنين نكمل عقد واحد لنجمع المجموعات هذه في بعض القطاع، يعني تطول. فاحنا يعني مثل ما تقولين نحب التحدي في ذي الموضوع، وهي شغلات مشغلتها لنا فوق 150 سنة. معرض الجواهر العربية المتجدد سنويا لآخر خطوط الموضة في عالم المجوهرات الباهر، يشعر الزائر بارتقاء موقعه على قائمة أهم الأحداث الدولية ذات الصلة كل عام. المعرض شامل كل، يعني الإيطالي فرنسي تحبين هندي تحبين أي شيء، وكل شيء تحصلين، يعني مثلا في السوق البحرين يكون محدد أي شيء تحبين، بس هنا تكون على وسيع، فتستانسين تطالعين تختارين على كيفك اللون اللي تحبين. والحقيقة شفنا أشياء يعني فوق الخيال، نحن يعني نشوف دائما مجوهرات وأمور، لكن شفنا أشياء ما يتوصف، ما شاء الله تبارك الله على المعرض. وأنصح أي أحد إن شاء الله يعني يزورون حق المعرض، وشيء الحقيقة روعة روعة جدا ما شاء الله. إقبال كبير واهتمام أكبر اعتاد معرض الجواهر أن يشهده سنويا، وهو ما يضعه على رأس أهم معارض المجوهرات في الشرق الأوسط. ربع قرن من الزمان والبحرين تتألق في سماء الجمال والأناقة لتجمع عشاق التميز ومحبي الأحجار الكريمة والجواهر والذهب تحت سقف واحد في معرض الجواهر العربية. أماني الخليفات لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.